بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. نادال سابع أصغر لاعب في التاريخ التنس الأرضي. نادال حيث أنه من حوالي شهر سبتمبر 2010 أصبح نادال سابع أصغر لاعب في التاريخ، ومن بين أربعة في العصر المفتوح يجمع بطولات الجراند سلام الأربعة بحصوله على لقب بطولة أمريكا المفتوحة. وبات نادال اللاعب الثاني في التاريخ الذي حصل على رباعية جراند سلام، لأن نادال هو الذي حصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بعد الأمريكي أندري أجاسي. نادال وماكس فلاندر هما اللاعبان الوحيدان في تاريخ التنس اللذان فاز بلقبي جراند سلام على الأقل ثلاث أرضي ثلاث على ثلاث أرضيات مختلفة، هي الأرضية الصلبة خدها عليها نادال، وخد على جراند سلام، وخد على الأراضي العشبية الأراضي النجيلة الخضراء، وخد على الاراضي الترابيه. اذا نادال فعلا من ضمن اللعيبه اللي هو فاز في البطولات الكبرى العظمى اللي هم جراند سلام الاربعه على جميع الملاعب، سواء في رولان جاروس، سواء في ويمبلدون، سواء في امريكا المفتوحه او استراليا المفتوحه، هو الذي حقق فعلا هذه البطولات على البطولات. يبقى اذا هو خد كسب البطولات الاربعه على جميع الارضيات بفوز وفاز بلقب فرنسا المفتوح 2014. أصبح نادال اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز ببطولات جراند سلام 9 مرات، 5 منها على التوالي. يعني خد بطولات جراند سلام 5 منها على التوالي. شكرا وإلى اللقاء في الجميع.